السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه artflow.ai، تديله برومت يبدأ يعمل لك صورة، لكن الميزة إن أنت ممكن تدربه على شخصية معينة. ولكن مثلا أنت عايز تعمل صورة مثلا لفارس معين أو لشخصية معينة، أو ممكن تغذيه بصورك أنت الشخصية، فيبدأ إن هو يتدرب عليها، ويبدأ أي صورة أنت تعملها يبدأ إن هو يعمل لك الصورة بتاعتك. تمام؟ يعني أنا غذيته مثلا بالصور بتاعتي، فبدأ إن هو يجيب، اقول له مثلا اعمل لي صور مين، هياخد الوجه بتاعي ويبدا يركبه. تمام؟ دي صور كلها اهيت. تمام؟ ففي مره طلب مني صوره شخصيه، بقول له عايز، فقلت له اعمل لي صوره شخصيه، فبدا ان هو يكون. طيب الخطوات، اول حاجه كاركتر بيلدر، هتيجي هنا عند اكتور وتبدا تغذيه. تمام؟ يعني هنا انا قلت له مثلا ايه، رفعت له صور كتير وقلت له الشخصيه دي اسمها عمر، في اي لحظه عايز عمر هيبدا ان هو يجيبه لي. طيب خلينا مثلا اقول له ان انا عايز اعمل شخصيه جديده. تمام؟ بيقول لي بفلوس. طيب الفكره كلها ان انا بدي له صور كتيره، هو يبدا ان هو يتدرب عليها ويبقى عنده الشخصيه دي موجوده. لو بفلوس هتبقى شخصيات كتيره، ببلاش هو مديني شخصيه واحده، لما كريت يقول لازم ان انت تشتري. رفعت له صور كتيرة، هو اتدرب على الصور ديت، وقلت له ان ده رجل وان ده شخص كبير مش شاب صغير. وبعد كده الكاركتر، تبدأ بقى ان تقول له create new character، وتبدأ توصف له الشخصية ديت وتقول له اختار فيس، اخترت انا مثلا الشخصية دي، وتبدأ بقى توصف له الشخصية دي، وليكن مثلا الراجل ده شغال طيار، فيبدأ ان هو يخليك تلبس ملابس طيار. الراجل ده شغال ضابط شرطة، يبدأ ان هو يلبسك ملابس ضابط شرطة. والكاركتر دي تقدر انت تشتغل بيها في اي وقت، وتبدأ تقول له جنريت، فيبدأ يكون لك الشخصية. طيب بعد كده لما تدخل بقى في ايمج استوديو، هتقول له بقى ان انت عايز تعمل كريت للايمج او كريت نيو ايمج، اي وصفة تكتبه هنا، بس المهم ان انت الاكتور تختار الشخصية دي، فهو بيكون صورة، هيبدأ ان هو يختار الصورة دي. تمام؟ هو قال لي عمر، بس لازم بقى تكتب مثلا مثلا in Egypt. تمام؟ هيحط مين؟ هيحط عمر. ممكن تقول له باتمان، يبدأ ياخد الوجه ويركبه على باتمان. تمام؟ خلاص. وبعد كده بقى الستايل، تقدر تختار اي ستايل انت عايزه وتقول له جنريت، فيبدأ يكون لك الصورة. الميزة ان هو هيثبت لك الوجه، يعني لو انت دخلت مثلا على ميدجورني او على ليوناردو قلت له كل مره اديته برومت ان انت عايز تعمل صوره، ملوش دعوه بالوجه، هيجيب لك اشخاص مختلفين تماما عن الصوره اللي انت عايزها. جربت كتير، بتبقى صعبه جدا انها تاخد منك وقت كتير قوي لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه. انما هنا خلاص هو اتدرب على شكل معين وبدا ان هو يستخدمه كتير. يعني حتى هنا اخد بعض التفاصيل، كنت مديله كام صوره كده ان انا قاعد على كرسي وبتاع، فبدأ ان هو يظبطها. هو هنا بيقول له مديني 4387 كريدت، فانا بعد ما اخلص الفيديو هقعد اعمل صور للصبح. طيب لو انا عايز شخصيه تانيه، لما تعمل حساب جديد، تمام، يعني هتخرج من الاكونت وتدخل باكونت جديد وتبدا. تمام؟ في هنا حاجه اسمها ابن ماني. تمام؟ ان انت تشارك رابط مع الناس، فالناس تبدا انها كل ما تدخل تستفاد انت ببعض النقاط. لسه بيكون الصور. ليه بياخد وقت؟ لان الحساب بتاعي مجاني، فهو ده اللي بيخليه تاخد وقت. فبدا هو يعمل لي صور كتيره. لاحظ ان الصوابع يعني مظبوطه. تمام؟ دي من اكتر الحاجات اللي انت لازم تركز عليها. طيب بعد ما عمل الصور، ممكن تقول له انا عايز اخلي فيها حركه، فيبدا يضيف لك حركه في قلب الصوره بتاعتك، حركه وصوت. يعني ممكن تكتب له تكست ويبدا ان هو يضيف لك صوت للحاجه، فانت كانك بتعمل ملف فيديو كامل. تمام؟ هو هنا بيتخيل ال او ديتكشن للوجه. تمام؟ وتقدر بقى تديله اي كلام، هو يبدا ان هو يقول الكلام دوت.
بعد كده بنبدأ نكتب الديالوج اللي احنا عايزينه بحيث ان هو يبدأ يكون لنا الصوت ويبدأ يحرك الوجه والشفايف مع الصوت دوت. Hi, my name is Omar Saleem. تقدر طبعا تضيف اكتر من شوت لحد 20 شوت، وبعد كده ممكن تقول له انا عايز اعمل اكسبورت للانيميشن دوت، هيبقى 3 ثواني حسب الكلام المكتوب. هنا التايتل بتاعي، واقول له اكسبورت الفيديو ونشوف هيطلع ازاي. دي فيديوهات كنت عملتها زمان اول ما الموقع نزل، ما كانش فيه تدريب على الشخصيات، فكنت بقول له خد اي شخصية وابدأ ان انت اديها تكست ويبدأ ان هو يتكلم. انا مثلا كنت باتمان موجود مثلا في خلفية معينة وبيبدأ ان هو يتكلم. Hi, my name is Omar Saleem. خلي بالك، خلى الوجه يتحرك مع الكلام، فدي حاجة جميلة جدا، Hi, my name is Omar Saleem. حاجة مخيفة الصراحة. تمام، زي ما قلنا تقدر تعمل 20 لقطة ب20 شخصية ب20 كلمة، فيطلع معاك فيديو معقول. نرجع للارت فلو، فشوفنا ان انت تقدر تحط الصور بتاعتك وتبدأ ان انت تخلي فيه شخصيات موجودة، وتقدر تعمل فيديو، وتقدر ان انت تعمل ستوري قصص معينة من خلال الفيديوهات اللي انت عايزها. تمام، تقدر ان انت تعمل افلام كرتون بالشكل دوت. نعمل فيرست ستوري. تمام، هقول له اكتب لي قصة مثلا، اهو هو بيبدأ بقى يسألك بعض الأسئلة عشان يبدأ إن هو يكون لك قصة. القصة دي مثلا قصة للأطفال، كده أنا عملت إيه؟ خليت هو يحط لي العنصر الأساسي للقصة. إنما ممكن أنت تكون عندك قصة وتبدأ إن أنت تعملها، أقول له بقى خد بقى الكلام دوت وابدأ إن أنت تعمل لي قصة شكل هورزونتال 3D كرتون رياليستيك مثلا. فهو بيقول لي الشخصيات اللي هتبقى موجودة، لو في أي شخصية فيهم عايز إن أنت تغير فيها. تمام، تغير الوصف يبدأ يعمل لك شخصية جديدة. تمام، طيب هقول له وديني الستوري بورد، فيبدأ يألف لي هو القصة. فأنا كده بأبسط حاجات بدأت إن أنا أعمل قصة. طبعا ممكن أنت مثلا في قصة في دماغك زي مثلا أنا والسلحفة، فتبدأ تكتب له القصة بالتفاصيل بتاعتها زي ما أنت عايز، يطلع لك هو القصة بتاعت الأرنب والسلحفاة أو أي قصة أنت في دماغك، بس تكون هادفة وتربوية والحاجات دي كلها. فهو بيبدأ يعمل لي القصة ستوري اهيت. تمام، بعد كده ممكن أقول له إن أنا عايز أعمل إكسبورت، بيقول لي إكسبورت هيبقى ب48 نقطة. وبالطريقة دي بيطلع لك ستوري تقدر إن أنت تنشرها وتبدأ إن أنت تستخدمها. فشوفنا مع بعض ازاي نعمل شخصية، ازاي ان احنا نعمل صور الوجه فيها ثابت لكل الصور اللي احنا نعملها نفس الشخص. يعني ممكن يكون في شخص مشهور مثلا انت بتحبه زي ليوناردو دافنشي، فتاخد الوجه بتاعه من صور كتيرة 20 صورة، ويبدأ ان انت تخلي الصورة بتاعته او وجهه موجود في العصور الحديثة. وبعد كده تقدر تعمل فيديو، وفي برضه خاصية اللي هي ستوري استوديو. تمام، تقدر تستخدمها برضه، تقدر تعمل لك ستوري ظريفة.